قد ابتسمت للدنيا لحظة وشق لي طريقا نحو السعادة، أيقنت حينها أني أسعد إنسان، وبدت أرقب المفاجآت المتتالية. سنحت لي أجزاء لا أحصرها، جميلة الألوان وبراقة مزدان، وكأنني ملك أعيش بجنة. لحظات جميلة لم تكن كفيلة أن تستمر، لكنها ستبقى في صفحات الذكريات. صفحات الذكريات. صفحات الذكريات. ممكن لأي بشر في هذا الكون، في عالم المخلوقات الضعيفة، أن يكسر شوكه، وأن ينزف دمه، وأن يمزق ضلعه. كيف كل هذا؟ ولأجل ماذا؟ فقط لأنه إنسان، لأنه ليس بطلا كما يحكى، يريدونه كاملا مكملا، وملكا معظما، ومفكرا مبجلا، يريدونه بكل الصفات الحميدة، وصاحب لمكانة مرموقة. لا ريب في أن الجميع يريده، والكل يجتهد ويسعى في سبيله، ولكننا نعلم علم اليقين بأن صاحب الكمال هو الخالق وحده. فكم من غني له من المال والجاه، لكنه ليس بسعيد، ويمتلك قصرا واسعا ولكنه وحيد. وكم من فقير ليس له إلا قوت يومه، وبيته صغير وعائلته كبيرة، مع كل هذا يقابل الناس بابتسامة، ودائما ما يردد بقول الحمد لله. الحمد لله.